السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد. وإن شاء الله النهاردة هنبتدي الترم الثاني ماس بالصف الأول ابتدائي، وأول درس عندي هو لينجس، اللي هو لينجس ريلاتيف بوزيشن، يعني العلاقة بين الأطوال. وجايب لي هنا صورة طفلين، واحد ماسك قطعة من الحبل وواحد تاني ماسك قطعة من الحبل. يقول لي ذا بيس أوف روب إز شورت، هذه القطعة من الحبل، الولد بيشاور البنت بيقولها قصيرة، وهي بتقول له ذا بيس اوف ذا روب از لونج، وهذه قطعة من الحبل طويلة. يعني هنقارن بين الأطوال دي، ذا بيس اوف روب شورت، ذا بيس اوف روب از تول. تمام، هنقول له ذيس بيس اوف روب شورتر ذان ذيس بيس، يعني القطعة دي أقصر من القطعة دي، شورتر ذان ولونجر ذان، شورتر ذان ولونجر ذان، شورتر ذان يعني قصير، ولونجر ذان يعني هنا اقصر منه هنا اطول منه. لو انا هستخدم ذا بيس اوف شورت، ذا بيس اوف شورت القطعه القصيره، هستخدم ايه؟ هستخدم شورتر ذان. تمام، مثال هنقول له كده ذا بيس اوف روب شورتر ذان، احط هنا شورتر ذان، يعني هذه القطعة من الحبل أقصر من هذه القطعة. طب لو أنا هبدأ بالحبل الكبيرة، هقول له ذا بيس أوف روب لونجر ذان، هذه القطعة من الحبل أطول من دي، يبقى شورتر ذان ولونجر ذان هي الموضوع درس النهاردة، اللي هو أطول من وأقصر من. وجيب لي في كتاب وقول لي يو كان كومبير لينجس ويزنج ستارتنج لاين، انت ممكن تقيس الاشياء باستخدام الايه؟ بدايه الحبل. تمام، بدايه الحبل من هنا، بدايه الحبل من ايه؟ من هنا. هنا بيقول لي سيم لينكس، سيم هنا الجي هنا خفيفه جدا، مش هقول لينكس، لا لينكس بسرعه كده. هنا ذا سيم لايك لينكس يعني نفس القياس، القطعه دي قد القطعه دي بالظبط. تمام، هنا بيقول لي ديفرنت لينكس يعني القطعه دي اطول من القطعه دي، لونجر دي شورتر، دي اطول ودي ايه؟ اقصر. طب اعملها ازاي؟ بيقول لي انفايت يور شايلد to stand on a line on the floor and take a big step forward. بيقول لي خلي ابنك يعمل له خط كده وخليه يقف عليه. تمام، وصلنا فين؟ وخليه ياخد خطوه قدام او ينط خطوه لقدام. تمام، بعدين بيقول لي measure the length of the step with yarn، قيس الخطوه اللي هو نطها بايه؟ باستخدام الغزل او الخيط. cut off that length of yarn and give it to your child، اقطع هات حبل طويل وقيس المسافه اللي هو نطها واقطعها واديها له، قول له ديت الاولانيه. then ثم have your child stand on the line again، خليه يقف على الخط مره ثانيه. and jump، وخليه يقفز كمان، خليه يقف هنا على الخط مره ثانيه. and jump with yarn، and jump measure the jump with yarn، قيس الخطوه النطه اللي نطها بالحبل. help your child compare the step and the jump by comparing the yarn links، يعني بيقول لي خليه يقف هنا على 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 الخط لاين، وياخد ايه؟ وياخد ايه؟ خطوه ستيب. تمام، يعني هتبقى صغيره كده ماشي، وبعدين خليه يقف على اللاين مره ثانيه ويعمل ايه؟ جامب، نطه كبيره، وخليه يقيس مسافه الخطوه ومسافه النطه بالحبل وقصهم، وخليه يعمل ايه؟ هو خليه يقارن بينهم. تمام، ask your child about today's date. تمام، دي تحت المحاضرات بيقول له اساله على تاريخ اليوم. يبقى وليكن دي النطه الاولانيه الاسهل، ودي النطه ايه؟ الثانيه. اقول له which one is longer، ايهما اطول؟ طبعا هيقول لك this is piece longer than this is piece. تمام، بعد كده جايب لي في الكتاب بيقول لي يعني الموضوع كله يا جماعه عن longer than وshorter than، اطول من circle the object that is longer، علم دائرة، اعمل دائرة على الشيء الايه؟ الأطول. نجيب لي مضرب هنا ومضرب هنا، طبعا هيعلم على الايه؟ هو عايز الايه؟ the longer، هيعلم longer، أقول this is longer than this is. هنا جيب لي الرولر وبن، أعلم على الرولر، أقول الرولر longer than the pen. هنا line shorter than giraffe. تمام، يبقى أعلم على الايه؟ على الزرافة. color the object that is shorter، بيقول لي علم أو لون الشيء الايه؟ اذ شورتر، الاقصر. اترجم له كده فوق الحاجات هنا، اكتب له هنا الاقصر وهنا الاطول، لازم يحفظ المفاهيم ديت بالانجلش. تمام، لو شافه حتى
هنا عايز الكاندلز الشمعه الايه الاكثر اقل مع دي طبعا تري اقول ذيس از تري الشورتر زان ذيس تري ذا بوي ذيس از بوي لونجر زان ذيس بوي طبعا هيعلم على القصير كله هنا بيقول لي سيركل ذا تو اوبجكت ذات هاف ذا سيم لينكس علم على كل على الحاجتين اللي ايه لهم نفس الطول لهم نفس الايه ذا سيم لينكس نفس الطول اكتب هنا كده نفس الطول ذا سيم لينكس تمام ايه هنا اللي ذا سيم سيم اللي زي بعض بالظبط طبعا ذس اند ذس هيعلم على ده وعلم على ده في حاجه ثانيه هيقول لك طبعا لا بعد كده بيقول لي تو ارينج سيم اوبجكت ان اوردر يور بيتر لاين ذيم اب فيرست ارينج فروم ذا تولست تو ذا شورتست بيقول لي ارينج هنا يعني رتب رتب مفاهيم لازم يكون عارفها الطفل رتب وخليه يقرا السؤال طبعا على اساس ان احنا شغالين فونكس من الترم الاول طبعا وهي ا ا وبعدين ار يبقى ار ري الاي هنا يبقى لونج ايه ارينج فروم ذا فروم يعني من اترجم الحاجات دي يا جماعه ذا تولست يعني الاطول تو ذا شورتست الاقصر هو الكتاب مرتبها لي بيقول ذا ستودنتس ارينج سام اوبجكتس فروم ذا شورتست تو ذا لونجست بيقول الطلاب يرتبوا من الاطول الى الاقصر تمام هنا بيقول لي برينج سام اوبجكتس اند لاين ذيم بيقول لي هات بعض الاشياء تمام حطهم جنب بعض then ask your child to tell you the longest object وقول للطالب هات شويه حاجات زي كده هات قلم وهات قلم وهات قلم وقول للطالب او ابنك علمهم لي او رتبهم لي arrange from the tallest to the shortest the tallest او the pen بعد كده البن القلم الماركر الوايت بورد بعد كده this pen بعد كده this pen يبقى من ايه من الاطول لايه للايه للاقصر from the tallest to the shortest the shortest طيب Ask your child to tell you the longest object. أي واحد فيهم أطول the shortest object and the object have the same length. هل يقول لك الطويل والقصير واللي لهم نفس الطول. Then some arrange them from the shortest to the tallest, the longest. يعني رتبهم من الأقصر إلى الأطول. تمام؟ هنا جايب لي سلحفة وجايب لي فيل وجايب لي كلب وجايب لي زرافة وجايب لي حمار وحش ويقول لي رتبهم إيه؟ هنا قال لي فوق إيه؟ Arrange from the tallest to the shortest. من الطويل للقصير. طبعا الزرافه نمبر 1 الفيل نمبر 2 الزبرا نمبر 3 الدوج نمبر 4 تورتل نمبر 5 تمام هنا جيب لي فلاورز زهور بيقول لي ارينج فروم ذا تولست تو ذا شورتست رتب من الاطول الى الاقصر اقول له ذيس از فلاور نمبر 1 ذيس از نمبر 2 ذيس نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 بعد كده بقول له هو از من يكون هو از من يكون هو از ذا تولست هو من يكون الاطول ذا تولست يعني اطول فين اطول واحد هنا وجايب لي صوره هاني ساره اندي وسالي مين اطول واحده طبعا هكتب له خليه يكتب هنا ويكتب بايده سالي اقول له مين اطول في دول سالي انا ترجم له السؤال هو از ذا شورتست من الاكثر طبعا هقول لي مين ساره اكتب ساره هو از تولر ذان من يكون اطول من ساره اند شورتر ذان هاني مين اللي اطول من ساره واكثر من هاني اطول من ساره واكثر من هاني اكيد اندي مين اندي ارينج فروم ذا شورتست تو ذا لونجست تمام يعني ترتب من الاقصر الى الاطول وهنا جايب لي اي بي سي دي ان دي اند اي هنا ايه قال لي من الايه فروم ارينج رتب من الاقصر الى الاطول فين الاقصر هنا هو عاملها هو بدا بدي طيب بعد اعلم على دي خلاص هو اخدها خلاص يبقى ماركر على ايه على دي بعد كده مين بي اكتب هنا بي بعد كده اي ذن اي ذن سي ذن اي ثم اي ارينج فروم ذا لونجست تو ذا شورتست رتب من الاطول الى الاقصر وهو بادئ لي بايه بليدر بي اي اللي هو اطول حاجه خلاص اعلم عليها ما اخدهاش تاني بعد كده ذن بي اكتب بي واعلم عليها ذن دي دي واعلم عليها فاضل عندي الاي والسي ويتش وان ذا لونجست اكيد الاي اكتب الاي وبعدين السي تمام بيقول لي هنا هاو لونج از يور ديسك يوز بابسكل ستيك as length unit بيقول لي ازاي هتقيس مكتبك هتستخدم وحده اللي هي العصايه الايس كريم ديت عشان تقيس بيها وحده قياس تقيس بيها الايه المكتب بتاعك ده ما عرفش يقيس رتبهم غلط مش قادر يوازن وده نفس الحكايه مش قادر يوازن بيقول لي what the student has learned at school ماذا اتعلمه the student used non standard units to measure the lengths of objects يستخدم وحدات غير قياسيه يعني ايه مش بالسنت يا جماعه مش هينفع سنت هم ما خدوش سنت لسه استخدام وحدات غير قياسية. Place many object in a paper bag. Ask your child to select object and use
paper clips to estimate its length. خليه يقيس اي حاجة عنده، كتاب، كراسة، وحدات قياس معينة، يجيب وحدة قياس معينة ويقيسها. تمام، ده فشل، ده فشل، دي نجحت، عملت ايه؟ جابت الباب ستيك اللي هو عصاية الايس كريم، وايه، ونجحت ان هو ترصهم جنب بعض من اول لاخر. طبعا ما ينفعش يكون الطرف هنا والطرف هنا، 1 2 3 4 5، يبقى 5 ايه؟ It took 5 popsicle sticks to reach from start to end of the disk. هي استخدمت 5 عصايات من الايس كريم عشان تبدا من نهايه الايه؟ للبدايه لنهايه الايه؟ المكتب. The disk is 5 popsicle sticks long. طول المكتب 5 وحدات من ايه؟ من عصايات الايس كريم. وهنا جايب لي measure the length of each object، بيقول لي قيس الايه؟ الطول بتاع كل حاجه، وجايب لي هنا قلم رصاص، وبيقول لي استخدم المشبك ده، وحده قياس اللي هو البن، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 بن. هنا 1 2 3 3 بوب ستيك، هنا 1 2 3 4 5 6 6 سيركل، 1 2 3 4 5 6 6 سكوير، 1 2 3 3 3 bob stick، 1 2 3 4 5 5 pin المشبك او الدبوس. يبقى ده خدنا النهارده اللي هو الاطول من والاقصر من باستخدام shorter than و longer than، باستخدام وحدات قياس non standard units. يعني ايه؟ يعني وحدات غير قياسيه، يعني مش شنطي ولا اي حاجه، لا احنا حاجات غير ايه؟ وغير قياسيه. وكده يبقى الدرس خلص، انتظرونا ان شاء الله. لسه كمان اخر صفحه دي، يوز باب ستيك از ا لينجست يونت تو ميجر ذا لينجس اوف ايتش ايتم، ذن يوز از ا يونت تو ميجر ذا سيم ايتم. بيقول لي استخدم عصايه الباب ستيك ديت لقياس القلم، وارجع تاني استخدم المشبك ده لقياس القلم. شوف القلم ده ليك كم، هاو ميني بنس او هاو ميني باب ستيك، كم مشبك طوله، كم مشبك وطوله كم ايه؟ عصايه ايس كريم. The length الباب ستيك كام؟ 1 2 3 اكتب 3 باب ستيك. طب مشبك البنس 1 2 3 4 5 6 6 اور، يعني ممكن يكون 5 3 باب ستيكس اور 5 بنس. تمام، المسطره الرولر هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 بنس، and 1 2 3 4 5 6 7 7 باب ستيك، يعني 14 مشبك واحد قياس، و 1 2 3 4 5 6 7 7 باب ستيك. الكتاب ذا بوك، ذا لينث الطول بالباب ستيك 1 2، يبقى 2 باب ستيك بالبن، 1 2 3 4 4 بنت. تمام، يبقى كده احنا خلصنا الدرس. بيقول هنا ذا ستودنت recognized the relationship between the length of objects and the number of units needed to measure it. عشان الطالب يقارن بين او ينظم ينظم الاطوال او يقارن الاطوال او يقارن بينهم، لازم يستخدم وحده قياس needed to measure it، لازم يقيسهم. The longer object needs more units to be measured than the shorter one. تمام، يبقى the order of eight items from the shortest to the longest is. بقول لي رتب بقى الحاجات اللي فوق ديت من الايه؟ من الاقصر الى الاطول. اقصر حاجه هنا ايه؟ اقول له the book number one and the pen number two the ruler number three. ان شاء الله استنونا في الفيديو الثاني ان شاء الله. relative position اللي هي الاوضاع او اللي هو up وداون above وبلو، اللي هم الفوق وتحت وعلى، في الفيديو الجاي. يا رب ده اول فيديو ليا في الماس يا جماعه، ما ادعمونا عشان نكمل. سواء وحش او كويس او حلو، كبدايه كويسه، ادعمونا عشان نكمل بلايك. ما تبخلوش، لو عايزين نكمل ما فيش تفاعل مش هنكمل، يعني ما خسرناش حاجه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.